معالي الشيخ خالد عمر مرمول وزير الخدمة المدنية راعي حفلنا الليلة، معالي الأخ العزيز محمد بن عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء وأول وزير للمستقبل بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، أصحاب السمو والمعالي والسعادة، عملاء بنك صحار الأكارم، طلبة وطالبات الكليات، ضيوفنا الأعزاء. بداية يسرني أن أتقدم لكم بالشكر على تلبيتكم الدعوة ومشاركتكم لنا في حفل إطلاق منتدى آراء من بنك صحار. موضوع المستقبل من المواضيع التي يتفق عليها الجميع بأن هناك احتياج كبير جدا في منطقتنا للتحدث عن المستقبل، ولكن كي نفهم المستقبل لابد أن نفهم مسيرة الحضارة البشرية. ما هي الأشياء اللي هم كشباب في مقتبل العمر يحتاج يستفيدوا منها؟ أنا أعتقد الموضوع الأساسي هي موضوع شغف المعرفة. اليوم موضوع المعرفة موضوع، والإنسان لازم يسوي الشيء اللي ما في إنسان سيف، كل إنسان جيد إذا خلقنا له البيئة المناسبة وإذا نحط في موقع الصحيح. في دول الخليج إيش من الممكن دول الخليج تؤسس على نمط داربا، أو يمكن فكرة الآن تغيرت، لكن شيء جهد حكومي خالص يستفيد من في المستقبل الحكومة والقطاع الخاص والعالم أجمع. إعادة هيكلة الأسس والإجراءات الحكومية ما عملية معقدة، عملية قابلة للتحقيق سواء عن طريق الخدمات الذكية، أو إذا كانت هناك خدمات نحتاج لازم نقدمها لازم يكون فيها ستاندر مواصفات معينة.